برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، يستمر عمل فريق ناصر البناء في ترميم وإعادة تأهيل بيوت الأسر المتعففة بعزيمة وتعاون أعضاء الفريق. هذا المشروع انطلق لخدمة المجتمع ولتحفيز الشباب على التطوع لتقديم العمل الخيري والإنساني داخل وخارج مملكة البحرين. فريق شبابي متكامل انطلق من مدرسة ابن خلدون لينشر حب العمل التطوعي والخير في أرجاء مملكة البحرين، وخصوصا في أوساط الشباب. فريق ناصر البناء بدأ عمله بسواعد شبابية وطنية أكدت القيم البحرينية المتأصلة في حب الخير للغير. سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية كان الداعم الأول لهذا المشروع الذي رسم الابتسامة على وجوه العديد من المنتفعين. ولم يقتصر عمل الفريق على ترميم البيوت، ولكن كان أساس هذا العمل التطوعي بناء علاقات طويلة ومميزة مع الأسر المستفيدة وتقديم الدعم بشتى أنواعه لهم. فريق ناصر البناء هو فكرة بسيطة نشأت أنه كيف يكون الشباب قريب من المجتمع البحريني ويقدم يد المساعدة والعون ويحس بالمجتمع والخدمة المجتمعية. وكبر هذا الفريق لما وصلت دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ورعايته، واستطاع الفريق أنه يحقق إنجازات أكثر. والحين الحمد لله إحنا في المشروع السادس، بعد ما استطعنا أنه نغير حياة عدة عوائل من خلال جهود الشباب وجهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اللي دائما بتساندنا وتحت إشرافهم وأعمالهم. هذا الفريق مثل احنا نشوفه يعني في المؤسسة، نشوف هذا الفريق فريق معطاء، فريق عنده طموح، فريق يحب الخير، يحب يقدم الخير للغير. فهذا الشيء اللي خلانا احنا يعني نوقف وياهم ونساعدهم. طبعا الدعم الأول لهذا الفريق سمو الشيخ ناصر اللي مو مقصر كلش مع هذا الفريق. أكثر من 26 عضواً في هذا الفريق لم تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، شاركوا بكل جد للوصول إلى ترميم وإعادة تأهيل البيت السادس في مسيرة هذا المشروع. الفكرة من الفريق إن احنا نقدم الأعمال الخيرية حق الناس المحتاجين في البحرين، وأنا اختاريت إن أشترك في الفريق لأن أنا بنفسي أبي أساعد الناس، أبي أساعد الفريق يرسم الابتسامة على وجوه الناس لما يشوفون البيت عقب ما احنا نسوي، احنا نبني علاقة معاهم فنستانس واحنا نشوفهم وهم مستانسين. سمو الشيخ ناصر بن حمد حفظ الله ورعاه هو الداعم الأول لفريق تيم ناصر البناء، وهو أكبر مبادر معنا، هو اللي حفزنا على العمل وعلى عمل الشباب. طبعا كونه هو من أكبر داعمين للشباب مملكة البحرين، فهو طبعا المبادر والمساعد الأول. ما قصر الشيخ ناصر والشباب، ما قصروا أبدا. الله يخلي شيوخنا يا ربي ويحفظ البحرين إن شاء الله. التعاون المشهود والحماس للعطاء كان واضحا بين أعضاء الفريق الذين ساهموا في استمرار الفريق على نهج واحد لتحفيز زملائهم للمشاركة معهم لخدمة أفراد المجتمع في السنوات القادمة. فكرة صغيرة تحولت إلى واقع كبير. فريق ناصر للبناء أكد على أهمية إحداث فرق في المجتمع البحريني، وأكدت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الكريمة لهذا الفريق أهمية نقل القيم البحرينية جيلا بعد جيل. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.